ونختم شباك الفنون من لبنان، حيث أثار فيلم مطلوبين للكاتبة نبال عرقجي بعض الجدل. الفيلم يناقش موضوعا حساسا، إذ يروي قصة مجموعة من كبار السن اختاروا السكن في دار للمسنين، ولكن بعض الناس انتقدت المعالجة والإخراج في هذا الفيلم. فلنتابع. سنة حلوة يا جميل عقبال المية. وينك وين قطعتها من زمان؟ ليك إذا بتقربي عليه بدي كسر لك إجاكي تنام مش وحدة. قد إيه عمرك كريم؟ 36. كتير كبير علي. أنت برأيك ليه ولادكن حطوكن هون؟ ما بقى إلكن عادي، بعتوكن لعندي. وأنا لأنه ما كتير بحب الكلاب، إنه كان عندي شوي هيك حتى أتقبل الفكرة. الكلب هو من ال كمان إذا بدك حتى يقوي فكرة إنه هي قديش مع الحيوانات عم تتعامل منيح، بس مع العالم عم تتعامل بوحشية. إذا بدك دور كتير شرير اللي عم بلعبه، يعني مركب، وهو موضوع الفيلم فعلا إنساني مهم كتير. وتصير كتير صلينا بالتصوير لأنه كان جو كتير مريح، لأنه الفيلم فكاهي والأشخاص اللي عم بيمثلوا فيه كمان كان جو كتير مميز. أنا إنسان بتأثر كتير، يعني بحديث إذا هلأ خبرتيني قصة وحسيت القصة بتأثر فيها بتأثر فيها. خبرتني القصة نبال عرقجي وتأثرت فيها، قلت لي بدك تشارك فيها؟ قلت لها إيه أكيد، واي نوت، بس قلت لها ما بعرف مثل، ما بحيت مثل. قالت لي حط إيدك مي باردة واتكل على الله وتعا. بقى رحت وكانت التجربة حلوة. بعد ما شفت حالي جاي اكتشف حالي اليوم بالتمثيل. صراحة كتير حلو، شو ما قلت لك قليل. أول شيء الشغل مع نبال كتير مريح، واشتغلنا شي شهرين وأكتر بالليل بالنهار بالشتاء بدك، بس كان كتير بعقد رغم كل التعب. هاي تجربة جديدة لإلي، أنا كنت ممثل تقريبا مثل ما أنا بحب، وكان المخرجين يقولوا لي بعض الملاحظات، بس مع نبال عرقجي هي حبت الكاركتير يكون بهالريتم هيدا بهالمنتج هيدا. أكشن تايم. هيدي أول مرة إذا بدك بنشوف فيلم لبناني، بركي يمكن أنا الأبطال تبعوله بيتخطوا عمر 50 سنة أو 40 سنة إذا بدك. بالنهاية هيدا المساج كتير مهم، حتى ما نوصله بطريقة تراجيدية فينا نوصل بطريقة كتير مهضومة، وهيدا يمكن النبال اللي عملته. لما يكون حدا عنده هيك مشروع وعم يشتغل من قلبه وعم يتعب وعم يتعذب بهالظروف الصعبة ليعمل فيلم، إيه نحن موجودين.